تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين. وقد تم التوافق خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما يسهم في عدم توسيع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.